بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركات. سائلين الله لنا ولأمتكم الفرج القريب والنصر العزيز، آمين، والتمكين لهذا الدين والتفريج عن مسرى سيد النبيين سيدنا محمد. أسأل الله تعالى أن يكون ذلك بأيدينا وقريبا إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، من برنامجكم دين ودنيا. دائما نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الدين والدنيا، وأن يصلح لنا الدنيا بالدين، ولا تصلح الدنيا إلا بالدين. 80 سنة ونحن تحت حكم العلمانيين، ويقول لك العلمانية هي الحل. على كل حال، لن يصلح هذه حال هذه الأمة إلا بهذا الدين، بما صلح به حالها أول مرة. لم يصلح حالنا عبر التاريخ إلا بهذا الدين. يعني ليه نغالط الواقع والمنطق والتجربة والفطرة والعقل والبداهة؟ ليه؟ عشان من؟ على كل حال، حديثي إليكم في هذه الحلقة مواصلة لحديثي السابق، الحرية للأقصى، السجين بيد المجرمين، ثم مقتل الوزير زياد أبو عين على يد نفس المجرمين. وهذا موضوعنا لهذه الحلقة. أستكمل باقي النقاط في موضوع الحرية لهذا المسجد الحبيب. تكلمنا عن مفهوم الحرية في هذا الدين، ما أقول بشكل شامل، معاذ الله، هذا ادعاء عريض، لكن حاولت أن أخذ شيء من البانوراما، شيء من الرؤية المحيطة إلى حد ما، شيء من الرؤية الواسعة إلى قدر ما، يعني بقدر المستطاع وما يسمح به الوقت، أن نؤصل لمفهوم الحرية في هذا الدين. ووصلت إلى نقطة أنه الحرية أغلى من الحياة، ولذلك الأمة تجود بحياة بعض أبنائها من أجل أن تكسب حريتها، ولها بذلك الفوز، ولها بذلك الفخر عند الله وعند الناس. الحرية أغلى من الحياة، ولذلك تبذل الحياة من أجل الاستحصال على الحرية قطعا. وقلت مستندا في هذا إلى الآية الكريمة، بل الآيتين الكريمتين، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، أشد من القتل، أكبر من القتل. الفتنة يعني إيه أشد، ويعني إيه أكبر، وهي الفتنة أصلا. الفتنة إخواني سلب الناس حرياتهم، مع احترامي ما فسر القرآن كما ينبغي أن يفسر. نحن نتكلم الفتنة يا نقل الكلام بين الناس، تنقل الكلام من ده لده، هذا كلام بسواش، هذا كلام مع احترامي يعني كلام لا علمي ولا ديني ولا لغوي ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا. الفتنة سلب الناس حرياتهم، والدين آت من أجل أن يحرر الناس. رسالتنا إلى الناس تحرير الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يا أمة تربت على الذل وتشربت، نأسف أن نقول هذا، لكن هذا واقعنا، إنه صرنا نعتبر حيط الحيط. يا ابني ده الحيطان لها ودان، يعني بعد ملك الحيط الحيط رد قال لك إيه؟ الحيطان لها ودان، ما يمشي فين؟ الحيط الحيط ومشينا، بعدين قلتونا ده الحيطان ذاته لها ودان، نيلت نيل عيشتنا، يعني رحنا على الحيط ومشينا من الحيط، بعدين قال لي إيه؟ الحيطان لها ودان، خلي بالك من الحيط يا ابني، أخش في الحيط ولا إيه؟ مش معقول، يعني أمة شربوها الذل، والآن تحكم الأمة بسياسة التخويف، سياسة فرعون. اقرأ قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تجد
إني أخاف. لا تخف، لا تخافا، لا تخافي، واضمم إليك جناحك من الرهب، الخوف. إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يقتلون. إيش هذا؟ سياسة التخويف. اقتل واحد يرهبك، باقي الناس اقتل ولا يهمك، في المليان. زي ما قال فلان، انتوا عارفين الفلالين دي اتكشفت والحمد لله، اضرب في المليان تضرب في عينك، اضرب في المليان. هذا اخوك المسلم يا مفتري يا ضلالي، انت شيخ، انت شيطان، انت كيس خيش، والله ما انت شيخ، نيلة تنيلك وتنيل عشتك. نعود لموضوعنا، يعني ايه الفتنة اشد من القتل؟ سلب الناس حرياتهم اشد، بمعنى البعد الرأسي، اشد من حيث العمق. والفتنة اكبر من القتل بمعنى البعد الافقي، اوسع الدائرة من القتل، لانه انت قد تقتل واحد واثنين وثلاثة، لكن سلب الشعب حريته اخطر من قتله. إذا الدين جاي يا أحبابنا يا إخواننا، الدين جاي يحررك. وذكرنا في الحلقة الماضية، ما مش بعيد بس عشان نفكر ونذكر من نسي، ونزيد المسألة وضوحا وتأصيلا وتقعيدا وتوضيحا وتجلية وبيانا. أسأل الله تعالى أن نوفق أن نوصل روح هذا الدين. لما موسى قال أرسل معي بني إسرائيل، وذكرنا الكتاب ليوبولد سانجور Let my people go، أطلق سراح الشعب، سيبوا الشعوب، لسنا أقل من شعوب العالم التي حصلت حرياتها، احنا مش أقل من الناس، نحن أحسن الناس. لماذا نعامل وكأننا أخس الناس وأقل الناس؟ لماذا؟ الشعب العربي مش أقل من باقي الشعوب، تحررت كل الشعوب، وأمريكا والصهيونية العالمية والأوضاع الداخلية كلها في العالم العربي متواطئة أن لا تعطى هذه الشعوب حريتها. الديمقراطية في العالم، مش عم بدافع عن الديمقراطية، ما ترجاكم ما حد يقول لي يا شيخ الديمقراطية كفر حرام. يا عم الشيخ ربنا يكرمك، هو مسموح لك أصلا بالديمقراطية؟ انتاني الكلام اللي عدناه ألف مرة، ما هو مش مسموح لك يا عم الشيخ، فما تفصلنيش، ما تعمليش أزعرينا على قضية مش موجودة، هتعمل لي قصة في الحكاية، ما فيش حكاية أصلا نختلف عليها. على كل حال، أمريكا تنشر الديمقراطية، أهلا، دين أمريكا الجديد، لكن لما يوصل لعندك يقول لك ستوب، ما في ديمقراطية للعالم العربي، لأنه بيعرف إن خلي الشعب واختياره لن يختار إلا الإسلام. لن نتحدى الكون كله، سيبوا الشعب يختار على كيفه. بعض اخوانهم يقول لك لا، الشعب ليس له ان يختار. يا جدع يا جدع، ما تروق، ما تفوق امال، هترجع لديكتاتور باسم الاسلام؟ قول يا باسط، لو سيبوا الشعب يختار، انتوا ثقوا بشعبكم، وما حدش حريص على الاسلام الا انت. هو المشكله ان يتركوا الناس ليختاروا. كل هذا كان تقدم للكلام عن الحرية للأقصى، بس أردنا أن نفهم أنه مش بس الأقصى أسير، ده الشعب أسير، الشعب العربي كله أسير، وكثير كسرينه نفسيا ومعنويا، ومقعدينه في الزاوية كأنه أعمى وكأنه مقعد وكأنه مشلول بلا حراك. هذا الشعب العظيم الذي قاد تحرير الشعوب يوما ما، يصبح هو محتاجا إلى تحرير يا أنظمتنا العربية، مأساة والله. على كل حال، إذا موقع الحرية في هذا الدين موقع عظيم. أقول بعض النقاط، مقدساتنا مأسورة، الحرم الإبراهيمي في الأسر والمصادرة. طبعا دولنا العربية لو تدري، هو المشكلة انها لا تدري، ما راح ندريها ازاي؟ نصرخ في ودانهم ونقول يا نايم اصحى وحد الدايم، الاقصى في خطر، ما قالوها الفلسطينيين من 85 سنة وهم يصرخون يا عالم يا عربي الاقصى في خطر، والعالم العربي ودني من طين ودني من عجين، مش عاوز يسمع،
مش عاوز يسمع، مش عاوز يصحى. انت صحيهم ولا مش عاوز يصحى؟ على كل حال، اذا مقدساتنا مأسورة وشعوبنا ايضا مأسورة، فكيف المأسور يحرر المأسور؟ كيف؟ كيف السجين يطلق سراح السجين؟ كيف؟ المقدسات مأسورة، مفروض يحررها الطلقاء الأحرار، الناس المنطلقون الأقوياء الأعزاء، مشعوب المكسورة المذلولة المهانة المصادرة كرامتها وعزتها وحريتها. على كل حال، إذن مقدساتنا مأسورة، بل الأمة كلها اليوم مأسورة وتحتاج إلى تحرير، مثل ما قال ربعي الكلمة اللي ذكرناها: ولا نمل من ذكرها وتكرارها، الله ابتعثنا لنخرج من شاء، مولانا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، لا نكرههم معاذ الله، إنما نرفع عنهم الإكراه، نحن جئنا نرفع الإكراه عن العالم. وكلمة فاروق ذكرتها قبل قليل: متى استعبدتم الناس، وهي مثبتة في الأمم المتحدة باللغة العربية، كلمة والله كأنها من وحي النبوة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية حق بالميلاد، مذ صاح الطفل بميلاده فهو حر. ربنا خلقك كالعصفور، لا تقيدك الأقفاص، وإنما تنطلق طبعا ضمن الدين، ضمن ضوابط الأخلاق طبعا، إنما الآن المسموح به حرية الانفلات، حرية الإلحاد. أتحدى العالم العربي كله أن يمد يده على ملحد بيقطعوها، والله قال لك حرية الإلحاد مكفولة. طب لو حبس كل المتدينين، إيه يا عالم يا حر، انت ابو الزنازين يا ابو جوانتانامو يا امريكا، ام الحرية فضيحة التعذيب على يد الاعاريب. الانظمة العربية شغالة عند امريكا جارسونيرز، الحمد لله تعالى، عذب لي هذا، الحمد لله الذي شرفكم بتعذيب شعوبكم. شي بخزي، شي بخزي. انا اشتغل معذباتي لشعبي لصالح امريكا والصهيونية؟ غلطان، ماشي الحال، احكمه في قضاء، ما عندك قضاء ليه؟ قال لي ما بين ما اعرف الحقيقة بدي اعذبه. تورتشر؟ نو تورتشر، انتوا علمتونا، احنا اللي بنعلم ابوكم. امريكا تعلم الناس، انتوا محتاجون من يعلمكم، واستخدمتم ادواتكم. هي عربية بالاسم، ما هيش عربية بالقلب والعقل والروح والفؤاد والانتماء والولاء. لو كانت عربية ما عذبت إخوانها العرب. المخطئ يحاكم بالقانون، تضربه أنت أبو اللي ضربت الولد أيام مبارك 50-60 كف متصلات ألا شلت يمينك ويمين من خولك وأعطاك هذه الصلاحية، شلت أيمانكم يا من قرصتم أبناءنا في العيون في محمد محمود وغيره، شلت أيمانكم، مش تسلم إيديكم، تتشل إيديكم إن شاء الله. يا من تحاولون تركيع الشعب، ألا أذلكم الله، هذا شعب لا يذل. الشعب العربي والمسلم عموما عزيز، والعزيز لا يذل إن شاء الله، ولن يذل بإذن الله. إذن الأمة تحتاج إلى أن تستشعر أنها حرة، أنها كريمة، وأنها تأبى الضيم، وتأبى أن تذل إلا لمولاها. والذل مولانا رأس العز بفضل الله، الذل مولانا شرف، الذل مولانا كرامة، لكن الذل المخلوق وعلى يد مخلوق لمجرد أنه شغال مع الأدوات، أدوات التعذيب لصالح الأمريكان والصهاينة، هذا مو شرف، هذا قرف وهوان وإجرام وخيانة. على كل حال، ما زلنا نتكلم عن الحرية للأقصى، لا يحرر الأقصى إلا الأحرار. يا أحباب، الأقصى الحر، الأقصى العزيز على الله وعلى رسول الله وعلى أنبياء الله جميعا وعلى المؤمنين، من يحرره؟ يحتاج
إلى أحرار ليحرروه. العبيد ما بيحرروش الأقصى المأسور. عدونا الإسرائيلي اللي ضخموه وفخموه وصوروه لنا على أنه سوبر باور، ولا سوبر باور مجموعة زط ونور. سوبر باور على إيه؟ ما شفناهم يا أخويا في غزة مرة واثنين وثلاثة، شفناهم والرعب يكاد يفتك بهم، خوفهم من الموت يجعلهم في موت. هذا الجيش الجبان والشعب الجبان سيدتموه علينا وقويتموه علينا وخضعتمونا له. ليه يا أنظمتنا ليه؟ هذا الشعب الجبان النذل أيستذل الأعزاء؟ وغزة تحاصر ليه؟ 7 شهور ما خدتش الرواتب لأنها أذلت هؤلاء المجرمين وممنوع يذلوا. طبعا لبسوهم تهم إرهاب، غزة إرهاب، من يدافع عن حقه يا أنظمتنا العربية مش إرهاب. الإرهاب من يعذب الشعوب لصالح أمريكا والصهيونية. يا من تقلبون الحقائق، غزة إرهاب، غزة ضد الإرهاب، إرهاب الصهيونية. أتحدى منكم دولة عربية تقول عن الصهيونية إرهاب، لكن اعتبرتم من الصهيونية أنتم وإياها في حلف لمكافحة الإرهاب العربي والإسلامي. أهلا، الصهيونية وحلفاؤها هم الإرهاب، مش غزة اللي واقفة للصهيونية وأطماعها إرهاب. سموا الأشياء بأسمائها، لا تخموا الناس، لا تخموا الشعوب، كافي. هذا العدو أقول كالكلب، إن تحمل عليه يهرب منك، وإن تهرب من أمامه يتبعك وشرمحك. غزة صمدت له، الكلب هرب. ضبطهم وجنودهم ولوا الأدبار. قال احنا انسحبنا من غزة. انسحبت يا اخويا؟ انسحبت ولا اتجرجرت؟ فجروا لك اول عمارة فيها 40 كلب منكم ضبطا وجنودا، شطبوكم. وفي الشجاعية عادوا التجربة نفسها، فجروا لكم عمارة 40 واحد تقريبا، وعملية زيكيم حوالي 40 واحد. الحمد لله انتم محظوظين برقم 40، ربنا كتر 40اتكم ان شاء الله. على كل حال، ليه بيكرهوا غزة؟ ليه والكل بحاصر غزة والحمد لله والعباس ومش عارف مين الخليفة العباس يقول لك مش حندفع الرواتب؟ ليه يا اخويا؟ فلوس الشعب الفلسطيني تدفعها للشعب الفلسطيني، دي مش فلوس عيلتك تتحكم بيها على هواك. الشعب غزة من الشعب الفلسطيني ويحاصر، تخنق رفح ليه؟ يا أنظمتنا العربية، دوما نقول نظام مصر عشان ما نسئش إلى الأشقاء، ما قلتش لأنه مش عاوزين نسيء وتبقى الأخوة تظللنا جميعا. ما شاء الله، ما أحلى الكلام. يا من صمدتم على تطاول اليهود على القدس ستندمون. اي والله، العالم العربي سكت، سكت الكلام، والبندقية تكلمت يا ريت، سكت الكلام والخيانة تكلمت، مش البندقية تكلمت، سكت الكلام، ما حدش علق. الأقصى ينتهك والحاخامات يخشوا يقرأوا بتوراتهم المزورة اللي كتبوها بأيديهم النجسة، يخش يقرأ التوراة ولبسين المخطط لأنه مش عائر الدين، لبس المخطط التوب المألم وهز وسوال في وسط الأرض. الأقصى مش للشياطين، الأقصى للمسلمين المؤمنين، مش للمجرمين المغتصبين. عمره ما كان ولن يكون، وعمره ما هان ولن يهون إن شاء الله تعالى. الأقصى العزيز إن ربنا رسم ألفه في قرآنه واقفة من أجل أن تكون إشارة أن الأقصى ينبغي أن يظل شامخا عزيزا واقفا مسلما للمسلمين إن شاء الله، يعبدون الله فيه، يذكرون الله فيه، يكبرون الله فيه، مش المجرمين يرقصون فيه ويشربون الخمور فيه ويمارسون الدعارة فيه. يا أمة سكتت على انتهاك أقصاها، أين تخبئون وجوهكم من حكم التاريخ؟ مبارك براءة.
القضاء الشامخ، شامخ اخ شامخ، قضاء قضاء ساقط. هذا من قتل ملايين المصريين، ملايين يا راجل، مش انا اللي بقول، ده رئيس تحرير صباح الخير، انا ماليش علاقه. الراجل بيقول في مقاله، قال هذا الرجل، هذا الرئيس الذي قتل ملايين المصريين، ما تحاكمنيش انا، حاكم عم جمال بخيت بتاع صباح الخير، وحاكم عم اكرم السعدني بتاع صباح الخير، وحاكم البنت اللي اسمها نجات ابو العلا ولا ايه، ما تسالنيش انا، اسالهم هم مصريين برضو، ما تسالني انا، ما تشاطروا علي انا، انا بنقل كلام المصريين. هذا الذي قتل ملايين المصريين، عبارته كده. براءه بقول فلينتظر حكم التاريخ، نحن بنقول له ما هو اخطر، فلينتظر حكم الله عز وجل. حكم التاريخ حيتكتب بعد جيل ولا جيلين بحسب من يكتب التاريخ يا عم الشيخ. ممكن واحد مزوراتي يقول لك مبارك بنى مصر، ده خوفه الزمن المباركي والفترة المباركية، مباركة كانت على الشعوب العربية وعلى الأمة المصرية، مباركة الحقبة المباركية. ما يمكن يطلع لك نصاب مزورات يقول لك كده، مشكلة. على كل حال، لكن إن كتب التاريخ صادق مثل الجبرتي الله يرحمه المصري العظيم اللي كان يؤرخ لحقبة نابليون بونابرت ويكتب يوم بيوم يوم بيوم، وكان تاريخه بحسب معطيات عصره وثيقة تاريخية رحمه الله. على كل حال، هذا عدو يا من صمدتم ليس لأطماعه حدود، تظنون أنه إن هضم الأقصى، هذا أفعى، بلعت أول عصفور، بتنتظر لما تهضمه، هتبلع من بعده من بعده. أي دولة في أطماع الصهيونية يا دول النفط، لا تظنوا أن دولكم بمأمن من أطماع الصهيونية، بتحلموا، عينها على نفطكم وعيونها عم تشتغل عليكم وجواسيسها شغالين وخلاياها النائمة شغالة فيكم، بس انتم عم بترصدوا لي جهة واحدة بس، ارصدوا هذا العدو. على كل حال، لا أخاطبكم، لا أخاطبكم، لا والله، ولا أكلف نفسي هذا الخطاب. إذا صمتكم على التطاول لن يجعل دولكم في مأمن ولا عروشكم. المعركة لا تتجزأ، والهجمة على الأقصى هجمة على الأحرار، والهجمة على الأحرار هجمة على الأقصى. المعركة لا تتجزأ يا من تحاربون الأحرار، حربكم يصب في صالح الأشرار، وحربكم يصب في صالح الهجمة على الأقصى وصالح الصهيونية المجرمة. هذا حديثنا مستعجلا عن الحرية الأقصى، لكن لن يغيب موضوع الأقصى عن حلقاتنا بإذن الله، ولا حلقة إن شاء الله إلا نتكلم عن الأقصى ولو دقائق، ولو فقرة من الحلقة، أو نجعل لها دائما كل حلقتنا. الأقصى لن يغيب لا عن الذكر ولا عن الإعلام ولا عن ألسننا ولا عن محاضراتنا وندواتنا وأحاديثنا إن شاء الله، حتى يكتب له الله الحرية بأيدينا وعلى أيدينا إن شاء الله تعالى. أظن نخرج إلى فاصل يسير قصير ونعاود بعده الحديث والمسير مع مقتل الوزير زياد أبو عين، وأسأل الله تعالى أن يكون مقتله شهادة، يعني إن كان نوى المقاومة ونوى المجاهدة في هؤلاء المجرمين، فأسأل الله تعالى أن يكون مقتله شهادة وأن يكون مات على خير إن شاء الله تعالى، أما قتلته فهم إلى شر. إذن القسم الثاني من حلقتنا سنتكلم عن مقتل الوزير زياد أبو عين، وهو يحاول أن يغرس شجرة زيتون في أرضه التي اعترف المجرمون أنها للسلطة الفلسطينية.
يعني مش في الأرض اللي قالوا هذه لإسرائيل، ومع هذا مش مسموح لك. أي استبداد هذا؟ أي طغيان هذا؟ أي إجرام هذا؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الوصلة الثانية من هذا البرنامج بحول الله تعالى، ثم نجيب عن أسئلتكم. عندي قائمة بالأسئلة، وإن وصلنا أسئلة أخرى سنضمها إلى القائمة ونجيب عنها في هذه الحلقة إن شاء الله. انتظرونا بعد فاصل يسير إن شاء الله. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أطقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358. اليرموك الفضائية قريبون منكم. أعزائنا إخواننا مشاهدينا أخواتنا، حياكم الله، عدنا إليكم في القسم الثاني أو الوصلة الثانية أو الفقرة الثانية من برنامجنا، برنامجكم إن شاء الله دين ودنيا. يا رب أسعدنا بهذا الدين في هذه الدنيا، واجعل هذه الدنيا زادا لنا إلى الآخرة ومعبرا لنا إلى جناتك إن شاء الله. تكلمنا عن الحرية للأقصى، ولنا عود إن شاء الله في مقبلات الحلقات إن يسر الله، لكن نتكلم الآن عن مقتل الوزير زياد أبو عين، وزير مقاومة الاستيطان ومقاومة الجدار، أظن هذا مسماه الوظيفي أو مسماه في وزارته. مجرد أن يشارك وزير في تظاهرة، أن يشارك الجماهير في المطالبة بالحق لهذا الشعب الفلسطيني، هذه المشاركة جميلة وجيدة وإيجابية وتقدر عاليا، أنه طالع مع الجماهير، واحد من الناس، لا زيادة ولا تميز عليهم، هذا مؤشر جيد. ولكن يعني مفروض أن يكون عندنا بدائل سوى هذه المشاركة، أن يكون لنا نوع من الجهد. أما كلام عباس من قبل، لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، معناها يا عم عباس حشرت نفسك في الزاوية، هذا عدو مجرم، لا يمكن أن يعيد لك من حقك ذرة إطلاقا إلا بأن تكسر إرادته. من كسرت إرادته حيفرض إرادته عليك. فمشاركة الوزير زياد أبو عين مقدرة
ومثمنة عاليا كما تقولون، ما في شك يعني أن يخرج مع الناس للمقاومة السلمية يا سيدي ماشي، لكن مفروض يكون في خط آخر وخط رديف، مش يقول خط بديل إنما خط رديف. لهذا الخط ضربونا وعذبونا وقتلونا وإحنا ماشيين بخط سلمي، إذن لازم يكون الخط الآخر ستاند باي ومستعدون للمقاومة، بس غضوا الطرف. قال ماما بسمحوا لناش، أهلا أنت موظف عندهم بسمحوا لكش، اسكت عن غيرك بدل ما تلاحقوا المقاومين ملاحقة شرسة وتعذبونهم عذابا شديدا. ليه؟ هذا الإخلاص للتنسيق الأمني اللي بيقول عنه الأخ عباس مقدس. مش الأخ عباس مقدس، لا، عباس بيقول عن التنسيق الأمني مقدس. مقدس يعني أنا مش فاهم، هو ألهي؟ ألهي. مقدس مقدس يعني رجعنا القدس مثلا التنسيق الأمني، ولا خربيتنا التنسيق الأمني؟ التنسيق الأمني لصالحنا أم لصالح إسرائيل؟ مش 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 مستوعب والله، أنا يعني بطيء الفهم سامحوني. يعني التنسيق الأمني نحن فرضناه على إسرائيل ولا إسرائيل فرضته علينا؟ إسرائيل طلبته منا ولا احنا طلبناه من إسرائيل؟ قلنا اسمع يا علون، انت والبهيمة اللي اسمه مش عارف ايه ولا ايه، والحمار اللي اسمه ايه، بدك تنسق امني، تقول لي عن المتطرفين جليك وغيره اللي عاوزين يقتحموا الاقصى، هو كده التنسيق الامني؟ الله، تبقى السلطة عظمة على عظمة. بس هي مش كده، التنسيق الامني مفروض علينا فرضا. لا تقول لي مقدس يا عم عباس، قول مفروض علينا بالجزمة، مفروض علينا بالعصاية، مفروض علينا بالاتفاقيات. احنا شعبك مش حمير، بنفهم شعبه، لك يا عمي عديها، اقصد عن شعبه اللي تحت امره، ما حدش تحت امره. احنا هنتفاصل على الكلمة الان، تحت امره مش تحت امره، فكني من السالفة. على كل حال شعبك بيفهم يا عم عباس، احترم شعبك. لا تقول لي مقدس، قل لي هذا مفروض علينا، بنفهم عليك، ممكن نعذرك ممكن ما نعذركش، بس لا تقول لي مقدس ما نعذركش. ساعتها بتكون عم تستخف بعقولنا وتستهتر بنا وتحتقر قدراتنا. لا تقول لي مقدس هذا التنسيق الأمني، بل هو منجس مدنس ومفروض علينا بالجزمة. نختصر، على كل حال إذن مشاركة الوزير مشاركة مقدرة. لاحظ، قتل الوزير إلى جنة الله إن شاء الله، إلى رحمة الله، نسأل الله أن يكون مات على خير ومات على دينه وإسلامه إن شاء الله تعالى. يعني هذا يسعدنا والله، أن يكون مات في سبيل الله وأن يكون مات إلى خير. المهم، لليهود دائما روايتهم المختلفة، وعلى العالم أن يذكر هذه الرواية بالجزمة برضو، وعلى العالم أن يحترم هذه الرواية، بل على العالم أن يكرر ويعيد هذه الرواية. الفلسطينيين قالوا مات من الخنق والضرب ومن الغاز السام، لا تقول لي المسيل للدموع، هذه غازات سامة طبعا للعلم. مصر الدولة الشقيقة حفظها الله طبعا محروسة، أنا بتكلم عن البلد مش عن النظام. النظام بيستورد من إسرائيل، أنا هذا كلام قريب في المجلات المصرية، أهرام عربي أظن عدد سابق قبل شهور، بيقول مصر تستورد بخمسة ونص مليار جنيه مصري غازات سامة لتستخدم في المظاهرات سنويا. يا الله، 5.5 مليار جنيه مصري بتستوردها مصر من إسرائيل، هذا سوى ما يستورد من ليه يا أنظمتنا؟ ليه؟ مش ولادكم دول ولا ولاد، يعني أقول إيه، مش شعبكم هذا ولا أنتوا إيه؟ مش فاهم، هم مش منكم ولا أنتوا مش منهم ولا إيه الحكاية؟ أنا مش فاهم. 5.5 مليار يعني 500 مليون دولار ولا دينار، ما حسبتش، ما يهمنيش، انا شغال كاشير صراف، اقعد احسب لك، احسبها لوحدك. 5.5 مليار جنيه والسلام،
تحسبها بالعملة البلدي، تحسبها بالعملة الصعبة، بالعملة السهلة، انت حر. ليه يا دولنا؟ طيب نفع اسرائيل واقتل شعبي ليه؟ طب ما هو الشعب قائم ضد اسرائيل، مش ضدك انت شخصيا، الا اذا اعتبرت نفسك انت وياهم معسكر واحد، ما تبقى مش مفهومة. ما انتوا جيتونا باسم الوطنية، و30 يونيو ثورة شعب، وعم احمد بدير عامل مسرحية، احنا في احمد بدير يا سيدي تحملني ثانية واحدة، عامل مسرحية قال يا سيدي واحد قاعد على القهوة في ثورة 25 يناير اول يوم الثورة، قالوا طلق رصاص راح في غيبوبة، لله الامر راح في غيبوبة، عم احمد بدير راح في غيبوبة في المسرحية يعني، وصحي عم احمد بدير في 30 يونيو، الله، اما عمل عظيم وعملها هادف، عملها هادف، عمل هادف، عمل هادف لخدمة الثورة، الثورة المصطنعة المفتعلة المكذوبة المدعاة، الثورة ضد الثورة، الثورة على الشعب وإرادة الشعب، تسموها ثورة يا بكاشين يا نصابين. خلينا بموضوعنا زيادة أبو عين، هسه احنا في النصابين الله يصلح الحال، خلينا مع زيادة أبو عين. الرواية الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية بتقول انه اطباء اسرائيل موجودين في الموقع وحاولوا علاجه، لكن السلطة الفلسطينية ابت الا ان تنقله الى المستشفى، ولو تركوا الاطباء وهو مات لانه صار عنده انسداد في الشريان في القلب، يعني جلطة، وجلطة بتيجي الناس هو ببيته، بتيجي الناس وهو بياكل ولا بيشرب ولا في شغله ولا بيسوق العربية، يعني هذه أقدار، الله أقدار، يا سلام يا أيها الأقدار يا مجرمون، قتلتم الرجل ثم غسلتم أيديكم وأخفيتم البصمات، وروايتكم ستعتمد طبعا طبعا، ومن يسمع لرواية الفلسطينيين والكاميرات اللي بتصور، قالك هذا فوتوشوب، هذا كله تركيب صور، انما الرواية الحقيقية التي على العالم كله، والبي بي سي طبعا بتذكر روايتين واضح، بي بي سي ام الموضوعية، ها ما تغلطوش، وشعبنا انا استمع البي بي سي يا سيد استمع، وال بالنسبة لاذاعاتنا بتطلع طبعا اشرف للاسف، مع انه سم في الدسم بشكل مرتب وبروفيشنال محترم، وناس اللي هي يعني عندنا تزوير على ودنه، لكن بشكل فج وفطير وأعجر ورديء وسيء، مش موضوعنا. إذن الرواية الإسرائيلية مقتل الوزير، وعلى العالم أن يصغي سمعه للرواية الإسرائيلية، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، مثل ما قالوا العرب زمان، ودائما لإسرائيل روايتها، وعلى العالم أن يحترم رؤيتها وروايتها، دائما لها رواية، الأقصى هو الهيكل، ويطلع لك بعض المغفلين، مش عاوز أقول يعني أقول عن من من البتوع الشو بتوع الأحاديث التلفزيونية الشو، إيه يطلع يقول لي الأقصى دار اليهود، جتك نيلة، جتك 60 نيلة، قال ربنا أمر داود يبني بيت، أمره فين؟ أنت نقلت الكلام من القرآن يا ضنايا، ما فيش في القرآن هذا، كله نقل من التوراة، وبيعتبروا التوراة حقيقة وينقل عنها الأخ ويبصم، ده اليهود حق في الأقصى، باعتبار ربنا قال لداود ابني بيتا ومسجدا لعبادتي، لسه شيخ اخر يقول لك الخمر مش حرام يخرب بيتك، بس السكر حرام يا ابن الذين، والما اسكر قليل، ربنا قال فاجتنبوه، بس يعني ما قالش حرام يخرب بيتك، فاجتنبوه، الخمر محرمة بعشر اساليب، اسمع، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام مجرد اقترانها مع أدوات الشرك يجعلها في مصافي، يا أغبى الأغبياء سامحني على اللغة، كيف مش حرام؟
قال حرام السكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هي كده بس. مش معقول يعني يصل واحد آخر كما في بعض المحطات الهادفة والجاي تنقل عنهم، طبعا مش تتبناهم معاذ الله، قال لك ربنا مسخر، يخرب بيتك وبيت ألفاظك، مسخر للإنسان والإنسان محور الكون. طب بتقتلوه في الشوارع ليه؟ سلمنا جدلا بأن الإنسان بهذه المنزلة وهذه الكرامة وهذه الدرجة وهذه الرفعة وهذا الموقع وهذه المركزية وهذه المنزلة، الخلاصة بتقتلوه ليه؟ على الفاضي والمليان والباطل وأبطل من الباطل بتقتلوه ليه؟ مدام مركز الكون إلى آخره. طبعا هذا الكلام سامحوني إخواني عشان أورجيك الهوان وتزوير الدين وحقائقه ممكن يصل إلى فين، إلى درجة أن نقول لليهود حق في الأقصى. يعني على كل حال كم الإنسان متألم. قلت لك عن بعض مثقفين، بعض كتابنا يكتب في نيويورك تايمز مقالا قبل سنوات يقول جبل الهيكل، بدون ما أسمي الاسم، اسم كبير وشهير ولامع ولو طن ورن في الخلاصة، جبل الهيكل يا راجل يا راجل، ما بيصير نستخدم الألفاظ الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية. هذا الساحة كلها مثل هذه الساحة 144 دونم، وهذه كلها شجرها حجرها فراغها مملوءها مسجدها صخرتها كله المسجد الأقصى. ما للمجرمين قشة في فلسطين كلها، مش بس 144 دونم، كل أراضي فلسطين ليس لهم فيها موقع قدم. ولسه شيخ آخر طالع لي يقول لي هذا الكلام ترجيع الأقصى عندما يأتي المسيح إن شاء الله، هذا مسيخ الفهم. مسيح إيه يا أخونا؟ مسيح إيه؟ والدجال ومن بعده المسيح. ربنا يبشرك بالخير يا مولانا، كل من هب وهب صار يتكلم. شيء عجيب شيء عجيب. قال لن ترجع القدس ولا الأقصى إلا سترجع بأيدينا، جيلنا نحن المنقرضات سيشهد رجوع الأقصى إن كتب لنا الله. طبعا أياما أياما، يعني مش أياما، لا أياما، إن كتب لنا الله سنوات معدودات سيرجع الأقصى والأيام بيننا بإذن الله. وإن شاء الله حلقة من حلقاتنا من ساحات الأقصى نذيعها إن شاء الله بإذن الله. ومن عاش رأى، من عاش رأى بعينيه إن شاء الله. ثق بربك، ثق بشعبك، ثق بدينك، ثق بأمتك، ثق بوطنك أنه سيتحرر. أما ظل بنفسه المهزومة الأقصى لن يرجع إلا على يد المسيح. ليه يا أخوي؟ 4 مليون يهودي يصمدون للشعب الفلسطيني بس. نقول للسلطة كفي يدك عن الشعب الفلسطيني، خلوا بيننا يا عرب وبين إسرائيل. أقول لك خلوا بين غزة، دول عربية تضغط على السودان، دول عربية، وانت فهمني دول عربية، ما مش هحدد عشان ما نسئش للأشقاء، مد متصل، أشقاء مد متصل، الله 6 حركات أشقاء على الأشقاء اللي صاروا أشقاء لإسرائيل آخر الزمن. المهم تضغط دول عربية على السودان وعلى البشير شخصيا إنه، ويستجيب البشير، بشرى للبشير ما شاء الله، شكرا يا عم بشير، بشرك الله المهم، فيستجيب ويمنع تهريب السلاح إلى غزة. على كل حال لهم الله، كلما ضيقتم فرجت من مولانا إن شاء الله. امنعوا الرواتب، الغني موجود، القوي موجود، الكريم موجود، الوهاب موجود، النصير موجود، ناصر المستضعفين موجود، والمتآمرون موجود. نرى لمن تكون الغلبة، سنرى إن شاء الله، الأيام بيننا. على كل حال إذن القاضي زعيتر كان لإسرائيل روايتها، وبالمناسبة هاي 9 شهور وتحقيق
في مقتل قاضي زعتر وتحقيق في مقتل زياد أبو عين، حقق وحتنامي القضية وحتنامي القضية وحتطوى الملفات وتطوى الملفات وتطلع إسرائيل متسيدة على المنطقة يعني للأسف. إذن في الرواية الفلسطينية وفي الرواية الإسرائيلية وقف التنسيق الأمني فورا. طلعت المنظمة عباس وأجهزته إلى آخره أن وقف التنسيق الأمني كلام سخن، كلام حلو، كلام عظيم، كلام إيجابي ممتاز. اليوم في الجرائد فتح بتصلح اللغة والمصطلحات، اسمحوا لي، مش وقف التنسيق الأمني، لا وقف الاجتماعات الأمنية. ما احنا خذونا على قد عقلنا يا اخواننا، احنا عقلنا زي العصافير كده، خذونا على قد عقلنا، ربنا يكرمكم ويوسع عليكم الفهم. وقف الاجتماعات الأمنية مش التنسيق الأمني. الله، يعني عسى أن نفهم إن شاء الله المصطلحات، إنه في شيء اسمه اجتماعات أمنية. مين مستواها أقل ما فهمناش، مين مستواها أخطر ما فهمناش. التنسيق جار على قدم وساق، جار، ولكن الاجتماعات الأمنية ومين أخطر، الاجتماعات ولا التنسيق؟ وبعدين يعني ما أنا قلت من أول يوم على صفحتي من فضل الله، قلت لن يتوقف التنسيق الأمني. أنت بتتنبأ؟ لا يا ضنايا، بتنبأش، بتضرب في الرمل؟ لا طبعا. خلاص أسئلة، لا بضرب في الرمل ولا بقرأ الكف ولا بقرأ الفنجان، إنما أعرف البير وغطاه من فضل الله بمنتهى البساطة، وقلتها من سنة 90، قلتها ومسجلة أحدثني، قلت سيمضي عرفات ثم يمضي. والله ما كان في مفاوضات سلام، لا والله، لأني شايف أقرأ النشرة من فضل الله أستشرف، قلت سيمضي عرفات ثم يمضي، لأن الرمز بثقله لازم يوقع السلام، رمز له تاريخ نضالي، عباس ما كانش معروف. قلت ثم يأتي عباس ومن بعد عباس يأتي دحلان، ومن سمعني سمعني، وكلامي مسجل ومكتوب، وأحاديثي من فضل الله مسجلة ومنشورة من 90، ونقول يعني ربع قرن ونقول هذا الكلام مش فخرا، لا والله، لا والله، أنا غلبان مسكين. لكن قلت لن يتوقف التنسيق، هاي صفحة موجودة، واحد من أحبابنا بعلق على الصفحة قال لي الشيخ يعني مش عاجبك العجب، ومقسوم لا تاكل، ومش عارف سليم لا تكسر، وكل ما تشبع يعني وقفنا التنسيق الأمني مش عاجبك. أنا مش عاجبني، ما وقفناش، مع احترامي للأخ الكريم مش بتريق عليه، بتريق على نفسي. المهم وقفنا التنسيق الأمني مش عاجبك، مش وقفنا مش عاجبك، ما وقفش التنسيق الأمني، انت عم بتغالط الحقيقة. وفتح صلحت لنا اليوم في الجرائد بالبنط العريض التنسيق الأمني ما وقفش، جزاكم الله خير، فهمتونا بارك الله بهمتكم، الحمد لله تعالى يعني استوعبنا، وإنما يوقف الاجتماعات الأمنية. طيب قربنا نفهم، بس أعطونا نترجاكم الفرق في المستويات ما بين التنسيق وما بين الاجتماعات الأمنية، يعني الاجتماعات على أي مستوى والتنسيق على أي مستوى، ومنه يعني لصالح الشعب الفلسطيني من الاثنين، ومين الخلاصة؟ اضحكوا علينا، قول يا باسط. نفي وقف التنسيق الأمني، يا فرحة ما تمت، يعني ما لحقناش نفرح انه، والأخ عباس ماله الآخر وقف أول يوم لمقتل الوزير زياد أبو عين، قال بصراحة، فإحنا فتحنا الآذان وأصغينا السمع وانتبهت الحواس كلها لنسمع ماذا بعد بصراحة. وإذ به يقول كل الخيارات مفتوحة، الله، فاطمأنت القلوب وهدأت الجوانح والجوارح وخشعت الأصوات، لأنه الخيارات مفتوحة. بس ما هي الخيارات المفتوحة يا عم الشيخ؟ المقاومة مثلا قال لا 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 أعوذ بالله، أمال الخيارات إيه المفتوحة؟ أن ترفعوا شكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة،
ما انت كل مره بتقول سنشكو على اسرائيل وبعدين بتطوي الملف يا عم الشيخ، ولا احنا بنضحك على بعض؟ بصراحه ها لن تحركوا ساكنا، بصراحه كل الخيارات مفتوحه ومسموحه. طب اسمحوا للمقاومه، طب غض الطرف، اعمل حالك مش شايف. قال لا هم بيفهموا احنا متواطئين، بعدين بيصير فينا مثل ما صار بعرفات. طب انشروا التقرير عن عرفات، مش دور الشهيد البطل ماشي، وفي ذكرى انطلاقة فتح قلت الشهيد ماشي ماشي. طب شهيد يعني مات مقتولا، فمن قتله؟ قولوا. طب احنا من اول يوم انا كتبت من وعرفات ذاهب الى باريس، قلت اخذ الجرعة القاتلة، ومن قبلها اخذ جرعة تحذيرية، هذا كلام منشور في جرائدنا هنا اللي بتنشر لنا الكلام طبعا، انه المهم قلت اخذ الجرعة القاتلة وقال بالحرف المرة دي صادوني. طيب من خلال من وصل السم؟ يعني هو شارون وصل للسم بنفسه؟ طبعا لا. من اليد الفلسطينية اللي سممت عرفات؟ ومن المسؤول اللي سرب البولونيوم الى عرفات؟ وعبر القهوة ولا عبر الدواء ولا عبر ايه؟ انشروا التقرير بصراحة. بصراحة الخيارات مفتوحة. طب يا سيدي الايام بيننا وحنشوف الخيارات المفتوحة، حنشوف الخيارات. اذا نفي التنسيق نفيتوه على طول خلال ساعات التنسيق الامني، والا قول لي صحيح لما اليهود انتهكوا الاقصى واقتحموا الاقصى وعاوزين يهودوا الاقصى ما وقفتوش التنسيق الامني؟ ها ما دي نقطة عليكم. على كل حال العالم الاصم الابكم لم يعلق على مقتل ابو عين. تخيل بالخيال العلمي، بالخيال اللي هو لو كان المقتول وزيرا اسرائيليا ماذا كان موقف العالم؟ امريكا ولا كلمة، ولا كلمة، اخرسها الله وجلل بيته الابيض بالسواد. دعاء شيخنا الشيخ فضل عباس رحمه الله قبل 50 سنة، يمكن اقل 50 حواليها، انت هتفاصلني على السنة 45 لـ50 سنة والله ما انا عارف، ولا كلمة. هب انه المقتول وزير اسرائيلي، كان يحصل ايه يا عالم، يا منحاز يا متواطئ يا مجرم؟ اذا كان بقول الوزير قتل لارادته زرع شجرة في ارضه، المنطقة المعتبرة ABC ما اعرفش تقسيماتهم، معتبرة من مناطق السلطة الفلسطينية، عاوز يغرس الوزير شجرة زيتون، يعني عمل رمزي، قتلوه على عمل رمزي غرس شجرة. كيف لو كان الوزير بيخطط لمقاومة لتحرير وطنه وتحرير بلاده؟ كان أباد الشعب الفلسطيني. إذا الوزير قتل على شجرة زيتون أراد أن يغرسها أو غرسها، والله ما أنا عارف. الخلاصة هذا عدو مجرم. وأسأل عباس اللي قال هذه جريمة وعمل بربري وجريمة بكل المقاييس، الانفعال الشديد حيعقبه شيء يا عم عباس؟ إذا التنسيق الأمني لم يتوقف ساعة، وبعدين نقول بصراحة هل الأجهزة الأمنية تابعة لكم عشان توقفوا تنسيقها الأمني، ولا تابعة لهم؟ بصراحة بصراحة تابعة لهم. يعني الضميري قبل أيام بيقول الأجهزة الأمنية لسه تعلم إحنا بنشتغل إيش، والقيادات بتعرف إحنا بنشتغل إيه. يا عدنان الضميري أنت بتحكي مع مين؟ طبعا لواءها، احفظ لسانك. هذا اللواء العسكري، لواء ركن أظن، لواء ركن، المعارك التي خيضت حتى وصلت الى لواء يا عم الضميري. القيادة الاسرائيلية تعرف انه احنا، ما احنا عارفين برضو، احنا عارفين انتم بتعملوا لخدمة اسرائيل، ما مفهوم. بقول لولانا لكان الانتفاضة اشتعلت نار في الضفة الغربية والقدس. اشهد انكم قدها وقدود،
وكفوا. اي والله اي نشهد نشهد لكم. طيب ما رد الفعل ما دام جريمة بكل المقاييس يا عم عباس؟ ما رد الفعل؟ هل تغضون الطرف عن المقاومة؟ على كل حال مفروض مقتل الوزير زياد أبو عين يلهب الانتفاضة، لأنه اقتحام الأقصى ثم مقتل هذا الرجل ثم الاعتداء على شعبنا كل يوم، مفروض انه هذا بيوفر المناخات. واعتقالات حماس في القدس بالمناسبة ورام الله وغيره ما بين اسرائيل وما بين السلطة، هذه الاعتقالات هم بيقولوا السلطة واسرائيل بيقولوا اعتقلنا القيادات من اجل ان لا تقوم الانتفاضة الثالثة. اذا يا سلطة ان كنتم تحترمون دماء زياد ابو عين فلتنطلق الانتفاضة. يا شعبنا لا تستأذن لا سلطة ولا غير سلطة في إعلان انتفاضتك الثالثة، فلتهبوا يا شعب فلسطين لأقصاكم ثم لوزيركم القتيل زياد أبو عين. بعد فاصل يسير سأواصل الحديث لكن إجابة عن أسئلتكم إن شاء الله، كونوا معنا بحول الله. مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية هو أول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510-5683. مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، ادخر لنفسك صدقة جارية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ساهم في إعادة إعمار مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي الذي دمره الاحتلال. تبرع $1,000 لبناء وتشطيب متر مربع واحد. تبرع ولو بمتر واحد. الاستفسار يرجى الاتصال على للتبرع لصالح المستشفى عبر أرقام الحسابات التالية: صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة.
إخواننا أعزائنا أخواتنا في الدقائق المتبقية، وسأحاول أن أختصر حتى لا أطيل ولا أثقل عليكم، أحاول أن أجيب عن ما وصلني من الأسئلة. كنت أتوقع أن تأتي ورقة ثانية، لم تأتي، مش مشكلة. بيسأل أخ: ما المقصود بربة عمون في نصوص التوراة التي تتكلم عن نهاية إسرائيل؟ أنا أعتقد أن ربة عمون هي عمان الآن أو البلقاء أو هذه المناطق. طبعا التوراة كتاب جغرافيا سياسية، مسمي قرى لبنان بالقرية، مسمي قرى الكرك بالقرية، ومسمي يعني ليه، هذا مش كتاب سماوي. ولما الإنجيل يقول لي عن موظفين الضريبة في الدولة الرومانية، أكتاب سماوي بيتكلم عن موظفين الضريبة؟ موظفين الضريبة ومقسمها إلى أرباع، الربع مش عارف إيه واللي، باختصار إحنا مالنا. إذن ربة عمون هي إشارة إلى هذه المنطقة اللي هي البلقاء، عمان البلقاء أو اللي أصبحت عمان بعد عمون. فتح القسطنطينية وزمن الفتح، ولماذا الآن لم يخرج الدجال؟ يا أخوانا القسطنطينية فتحت على يد محمد الخامس في القرن الخامس عشر، ويعني محاولة الربط ما بين الدجال، أنت مالك ومال الدجال؟ مع احترامي ومحبتي لإخواني الأخير مهندس أشرف، يعني يا الله يكرمك، ما أنه مال الدجال، لما يطلع الدجال خلي قلبك مليان بالإيمان، يطلع الدجال واطلع، نحن له ولأمريكا بالمرصاد من فضل الله، وللصهيونية بالمرصاد. الدجال يعني حيزيد على 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 على, 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 على كوم الزبالة الموجود، حيزيد قشة يعني؟ بشغلش بالك، صدقنا وخلاص، ولا بشغل بالي أحاديث الدجال وقرا في الدجال وكتب عن الدجال وشغلين بالنا في الدجال، شلنا بهالكلام يا شيخ. ها بسم الله الرحمن الرحيم، نعم نعم نعم، الدجال حقيقة في يا عمي. طيب فهمت، لكن أجعله شغلي الشغال، أظن أنا شغال لينهار في الدجال والمهدي المهدي 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 كلها، وشي تعشى مع مبارح مع المهدي مبارح، وشي محضر له فرس، ها حلاوة، محضر له مرسيدس فرس، امشي في شوارع البلاد ما تزحلق الفرس تكسره الراجل، استهزئ؟ أنا ما استهزئش، بستهزئ بالعقول محضرة محضرة بسامرة طبعا. المقتدى الصدار أعلن الجهاد لحماية المقدسات بسامرة، هلا هلا مقتدى فندي، هلا هلا بعد شفدي، هلا بعد عيني، هلا وهلا أقصى مسرى محمد ما تحركتوا له. لكن وبعدين هي في منطقة السنة بسامرة محفوظة يا مقتدى، وانت عارف انت اللي كانوا يسموك طفل صدام المدلل، انت الذي اعدمته يا طفل صدام المدلل، محضر ميليشياتك بتسليح من ايران حتى تقاتل اهل السنة. مقدسات الشيعة منو صاحبها مقدسات الشيعة؟ هسه احنا ما اورجيك العقليات المتخلفة، والذين تزعمونكم تقاتلونهم منو انشأهم؟ ما هي دولتك ايران وامريكا وغيره، هنتلخم على بعض يا مقتدى. يا طفل صدام المدلل اللي كانوا يسموا ابوك، كانوا يسموا آية الله باقر صدام حسين، يعني هو اللي صنعوا آية، وانت اللي سموك طفل صدام المدلل، مو هيج ولا مو هيج يا فالدجال اخواني؟ لا تشغل بالك، حطينا في الباك جراوند، حطينا بخلفية العقل عندي في المستودع في العقل، الدجال حيطلع ونقطه وخلاص. اما كتب عن الدجال افتح المكتبه وشوف، خش عن النت حتلاقي عن الدجال ابحاث ومقالات وكتب وشغلانه، يطلع الدجال يتنيل الدجال، مش غيرش بالي انا. والمهدي المهدي المهدي المهدي، ما فيش مدينه في العالم العربي الا خمسه مستشفى المجانين كل واحد منهم المهدي المنتظر، اتحدى خش عندنا على ماحص وروح على الخنكة في مصر هتلاقي كم مهدي منتظر، والعصفورية في لبنان كم مهدي منتظر برضو هناك،
وكان مهدي منتظر في مستشفيات المجانين بصنعهم المستشفيات مش عارف وين. كل مدينة فيها على الأقل خمسة ستة المهدي المنتظر. يا أخوانا إذا ليه ما طلعش الدجال؟ مش شاغل بالي لا بالدجال ولا بالمهدي يا رجل. هي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم يا أخي، نعم يا حبيبي عيني، نعم المهدي حق لك. أنا ما قلتش باطل ولا قلت الدجال، لكن باخذ أمور ببساطة. لما يطلع المهدي مرحب، والشيخ حسان آخر حديث له ربنا يكرمه عن المهدي، إذا طلع المهدي الشيخ حسان ادالك مواصفاته عشان ما تتوهش. الله ربنا يكرمك ينور بصيرتك يا عم الشيخ أحسن الله إليك. ليه ما تقول لي بالمرة كده عم السيسي هو المهدي نخلص؟ بس قال لك لا لازم يكون اسمه مطابق نغير. ما اقراش حاجة عم الشيخ، المهم دام غيرته نغير. احنا ورانا ايه؟ لقالك اضرب في المليان بسم الله وربنا وجبريل والملائكة معاك اقتلوا. واللي قالك واللي قالك ما تنضم لل ليه ما طلعش الدجال يطلع ولا 60 نيلة؟ تشغلش بالك يا اخي الكريم المهندس. وعلى كل حال ما رأي الشرع؟ بنقول حكم الشرع، بنقولش رأي الشرع. رأينا نحن في محاولة فهم الشرع ورأينا مردود علينا إن أخطأنا، مقبول إن أصبنا ووافق حكم الشرع. الخلاصة استيراد الغاز من العدو. والأخ أحمد المرغوثي بيسأل، طيب يا عم أحمد استيراد الغاز من إسرائيل بدك رأيي أنا مش ناطق باسم الشرع، بتكلم رأيي الشخصي، وبيرد علي من شاء رأي لرأي وقول لقول وشخص لشخص، لا هو الحق المطلق ولا أنا الحق المطلق. أنا أجتهد رأيي، رأيي غلط. أولا ما برتبطش مثل ما كتب أحد كتابنا وقال بيننا وبين إسرائيل ارتباطات استراتيجية، كاتب شهير كبير. المهم وذكر مثال عليها قناة البحرين اللي لسه في الخيال، وذكر مثال عليها الغاز اللي لسه وقعنا الاتفاقية. طبعا الشعب كله والنواب قالوا لا للغاز والحكومة وقعت، واحنا ديمقراطية على ودنه مش موضوعنا، الزم الحد. حاضر يا سيدي حلزم الحد. انا بتكلم رأيي، رأيي انه استيراد الغاز من اسرائيل غلط، واحنا من فضلنا بلد دام الله العز ديمقراطي، انا اظن كده. فانا بتكلم تحت هذا السقف وتحت هذا المعطيات، انه استيراد مدام من حقي ان اعبر عن رأيي، وانا مش ارهابي الحمد لله تعالى، لغاية انا ما صنفناش ولا نحمل القلم بدون غطايا حتى يعني سوى القلم والورق ما عندناش. الاستيراد الغاز غلط. اولا عندنا قطر يعني من 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 فضل الله نباقي هذا المتنفس للعروبة والعرب وللمسلمين. قطر بلد مساعد الارهاب. اهلا اهلا. من متى قطر محسوب على الارهاب؟ من متى قطر محسوب على العرب مش على الارهاب؟ انت عم تخلطوا الاوراق يا. المحسوب على الارهاب كمل. كنت عاوز اقول من دفعوا لاسرائيل تكاليف الحرب بس ما قلتش لانه عشان ما نسيش، ذولا مش ارهاب. اما قطر اللي احيانا بتسرب بعض المساعدات لاهل غزة، والامير الوحيد اللي زار غزة امير قطر، انا مش عم بمدح احد ولا عندي احد مصلحة ولا اطلاقا من فضل الله تعالى ابد، ما لنا عند احد مصلحة، واللي عندنا شيء من فضل الله ما فيش حد، الفضل له وحده. انا بقول كلمتي من 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 رأسي، وكلامنا من فضل الله مش للبيع ولا للشراء. الغلطان بنقول له غلطان، احنا مالنا. مختصر الكلام استيراد الغاز من اسرائيل غلط، ممكن استورد من روسيا، والان الناقلة بتوصل لك، استورد الغاز من ايران على علات ايران.
على كل حال استورد الغاز من قطر، وقطر من فضل الله عندها بحر من الغاز. ليش من اسرائيل؟ ليه؟ عشان اربط مصيري ويتحكموا بيك، بتوقف موقف مع عروبتك، مع اقصاك، مع دينك، مع امتك، اسكر انبوب الغاز ولوب يا جدع. أبين ما لسه نعمل تمديدات واستيراد من قطر؟ لا، أنا من بدري هذا عدو ينبغي أن يصنف على أنه عدو. بربطش توليد الكهرباء بغازه، بربطش طباخات الغاز في البيوت بغازه اللي هو غازنا المسروق، ما بربطوش. هذا كلام مش سياسي، هذا كلام مش اقتصادي، هذا كلام مش واعي، هذا كلام يا سيدي رأيي أنا. لا قلت لك أنا واعي ولا سياسي ولا نيلة، ما بقول رأيي. الأخ سألني رأيي الشرع، قلت الشرع ما أنا بجتهد رأيي، أنا مش ممثل الشرع، أنا ممثل فهمي للشرع، وفهمي أعتقد أنه غلط. طيب إيش تقوله؟ أنا أعتقد أنه صح، قد يكون خطأ في نظر غيري، بعرفش. كلمة أو رسالة مختصرة إلى أهل مصر، آلاف المصريين يتابعون برنامجك. أولا يشرفني أن أحبابي في مصر وإخواني في مصر وأهلي في مصر. أهلك؟ آه، أنا مصري بالفؤاد والقلب والهوى والميل، ويا ما ردت مصر التي في خاطري وفي دمي. إي والله مصر في دمنا، مصر علمتنا، أساتذتنا هنا في الأردن مصريين، ورحنا مصر كملنا دراساتنا، أكرمونا من فضل الله أيما إكرام. ورحم الله مشرفي وأستاذي موسى شاهين لاشين، جبل علم، شارح البخاري ومسلم، أكرمني إكرام فوق المتصور والله. يقيم فالبروفيسور وأنا طالب بإصبعه كده يأشر له أقعد، يقعدني محل بروفيسور وانا طالب، يا مولانا اقعد انت مكرم يا ابني. ولما جاء سيد طنطاوي ناقشني قال له اسمع يا له يا سيد، مضوا جميعا، قال له الطالب ده مو زي الطلبه اللي انت بالك فيهم، تتكلم امسح فيك الارض. قلت مولانا ما يهمكش، بتكلم انا من فضل الله ارد عليه كائنا من كان، ومش عاوز الرساله. وانا قلت لسيد طنطاوي، قلت اسمع يا دكتور سيد، كنت في عربيته نزلني عندك. قال والله يا ابني ما انا قصدك. قلت جت في وجهي، امو كرامتنا فوق الرسائل وفوق الدكتوراه، مش عاوزين الرساله، نزلني عندك. ورايا قاعد الدكتور عميد كليه البنات الله يكرمه الحسيني رحمه الله عليه اذا مات. قال يا ابني والله ما هو قصدك، انا بقسم بالنيابه عنه. الخلاصه باختصار، مصر لها علينا فضل وعلى العرب جميعا فضل. لما كان الأزهر أزهر ومدينة الأزهر تحوي طلبة الشعر، خلاصة. فكلمة أو رسالة مختصرة لأهل مصر، يا أهل مصر، أولا كونوا يدا واحدة، وثانيا لا يغرنكم إعلام الضلال. أحمد موسى لما يقف يا سيادة الرئيس، يا مغفل ما حبسوك يا سيادة الرئيس، يعني أنت ما عملتش حاجة خالص؟ قال له خالص. مبارك ما عملش حاجة خالص؟ قال له خالص. قال انت خالص انت وهو، ما عملش حاجة خالص؟ ده باع البلد لإسرائيل غازا ونفطا ومقدرات، وهربوا الأثار هو ومراته وحواس أفندي لإسرائيل، ما عملش حاجة خالص. أمال من قتل مثل ما سأل المذيع؟ إذا النقطة الثانية، أهلنا في مصر بعد أن تكون يدا واحدة لا تسمعوا لإعلام الضلال، إعلام التهريج، إعلام الكذب، إعلام الخيانة. إخوانكم من بذلوا دماءهم لحريتكم لكرامتكم، ذولا مش إرهابيين. لما بديع الله يكرمه يقول لك سلميتنا أقوى من الرصاص، رجل صادق والله. لو كانوا عاوزين يعملوا إرهاب ما منعهم أن يقتلوا مئات من المجرمين القناصة وغيره، لو كانوا مسلحين كما يزعمون. لما تقتل ضباط، اها يا اخوانا في مصر الضباط اللي تقتلهم هم الضباط اللي رفضوا قتل المتظاهرين، وخموكم وقالوا يا شعب مصر
كن واعيا، كن يقظا، ستكتشفون غدا أن أمثال عكاشة وأضرابه مربوطون بإسرائيل. ده اللي بيقول تعظيم سلام لإسرائيل. يا شعب مصر أنت علمت الأمة العربية الوطنية. يطلع هؤلاء باسمك يتكلمون أنه تعظيم سلام لإسرائيل، عكاشة وعمر أديب والهلمة. فالإعلام خطر جدا، والمجلات كله يستهزئ بإسلامكم. كونوا مع إسلامكم، كونوا مع دينكم، كونوا مع شعبكم. أهل غزة إخوانكم، والله أنا أقسم عنهم، يحبون مصر مثل غزة وشعب غزة وزيادة. أنا أعرفهم من فضل الله، أعرف آلاف منهم، والله ما يحبون أحد كما يحبون مصر. بس مش أنظمة الخيانة، لا، أنا ما أتكلمش عن حد معين، ما تقوليش أسأت، أنا بتكلم بالمطلق. على كل حال يا شعب مصر، مكانتكم منزلتكم محفوظة في قلوب كل العرب، فكونوا عند ثقة الشعب العربي بكم. يعني عاوزين نضحي عشانكم؟ لا يا أخي، لا يا أخي، لا والله، مش عاوزين تموتوا عشاننا، لا والله. لكن ما تخنقوش، مش انتوا طبعا، إخوانكم في غزة الذين يحبونكم، مش إخوانكم اللي قتلوا الجنود المصريين، لا، إخواننا بيحاولوا يخدعوكم لتكرهوا إخوانكم في فلسطين. إخوانكم في فلسطين يحبون مصر وشعب مصر. والله كنت مرة بدي أزور القاهرة لساعات، يعني طيارتي عاوز أنتظر 6 ساعات، فقدمت الجواز لبتاع الجوازات، قال لي استنى لما تيجي موافقة الأمن. استنيت، بعدين قال لي مش مسموح. قلت له لعلمك والله أني بحب مصر أكثر منك ومن رئيسك، ومش عاوز أنزل مصر، أنا كنت عاوز بس أوصل الأزهر أشوف الأماكن اللي عشت فيها، بس يعني أخذ جولة بالعربية والتاني على المطار وبس، يعني مش حنزل أصلا، يعني لا حاكل لقمة ولا حنزل من العربية، بس أشوف الأماكن التي احتوتني سنوات وعشت فيها سنوات، وكحل عيني برؤية مصر بس، لأني أحبها بلدا وشعبا وأرضا وتاريخا وتراثا وأزهرا ودينا، هذه مصر بالنسبة لي. المهم ادونا بعدين سماح بالعربية، لفيت والخلاصة. فكيف نقيم واقع المسلمين اليوم؟ أبو سمية من المنوفية، واقع المسلمين اليوم صعب يا أبو سمية وإخواننا في المنوفية، حياكم الله. صعب، لكن صعب العلا في الصعب إن شاء الله تعالى. هذه الصعوبة تسبق التيسير، وأشد ساعات الليل حلكة ما سبق الفجر. ودائما أنا أقول النصر بعد العصر عبارة كررت على لساني من ربع قرن، النصر توستينج، العصر بس تتعصر جامد قوي يجي النصر. طلع النبي من الحصار جار الانتصار، والهجرة والتمكين من بعد الحصار اللي وصل فيه الصحابة أن يأكلوا أوراق الشجر. فيا أهل غزة، حصاركم لن يدوم، الله معكم. وإخواننا في المنوفية والأخ أبو سمية، واقع المسلمين لا يسر الحال ولا يسر الصديق، لكن هذا الواقع ليس إلى دوام، غير مرشح للبقاء، بل مرشح لزوال الحال وزوال الشدة والكرب إن شاء الله. وستبدي الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. أيهما آخر كلام؟ دقيقة واحدة بس. أيهما أولى بالقتال، العملاء أم اليهود؟ هذا الكلام يا أخ سامر نتش من الخليل، هذا الكلام خطير. العملاء بعدين حندب في بعض، لا، أحسن طريقة للرد على العملاء اضربوا الصهاينة. وأنا كنت أقول لأهل غزة، إذا ضايقكم إخوانكم لا تردوا على إخوانكم، إنما ردوا على المعلم، يوقف صبي المعلم. إخواني الكرام، أثقلت عليكم وطلت عليكم، سامحوني. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.